السلام عليكم، معكم الدكتور محمد رطاب، طبيب مدون على مواقع التواصل الاجتماعي وكونفرنسي. اول نصيحه هو انه قبل ما تنعس خاصك ضروري دير البروغرام ديال الغدا. الليله ديال لافي خاصك دير البروغرام، دير فيه الدروس اللي غادي تقرا واللي غادي تحضر، ويكون برنامج نيت بلا افراط وبلا تفريط. الحاجه الثانيه للسمارت فون، وهنا النصيحه ديالي اللي نقدر نعطيكم هو انكم تحملوا وتخدموا بزاف التطبيقات اللي كيخدموا مبدا ديال البومودورو. اللي ما كيعرفش شنو هي البومودورو، هو انه كيخليوك تقرا 25 دقيقه وترتاح 5 دقائق، وفي هذيك 25 دقيقه التليفون خصو يكون بعيد عليك. ثالثا، راه خصنا نتفقوا على ان الاستاذ فضلا عن التوجيه والتاطير ديالو اقصى ما يقدر يعطيك هو 5 حتى 10%، والبقيه راه كتخدم في الدار، وبالتالي فراه لا مبرر انك تنسب العكز والخمول ديالك لغياب ديك 10% الوغ كو 90% راه بيديك انت. كما انه نقدروا نستغلوا هذوك لي لايف اننا نشرحوا لبعضياتنا ونتبادلوا التجارب ونضحكوا ما فيها باس. رابعا، نجنبوا نهائيا مساله نقارنوا راسنا بالاخرين. اسمع ان فلان كمل البروغرام ديالو للمره الخامسه وكيعاود فيه بينما انت مازال حاصل في المره الاولى، هذه المساله ما خصها تشكل لك ادنى احباط. كل واحد وجهده. الحاجه اللي دير في بالك هو انه الهدف هو انه توصل وتكمل خط النهايه، لانه في الظروف الاستثنائيه الوصول ديالك في حد ذاته انجاز. خامسا، خصنا نتعلموا اننا نكونوا فعالين، وبالتالي في القرايه وفي الحفاظه ديالنا خصنا نقلبوا على لا كاليتي ماشي لا كونتيتي. سادسا، كاين واحد المقوله كتقول ان افه العلم هي النسيان. تقرا وتنسى شي حاجه اللي طبيعيه، غادي تقرا الكور غادي تنساه، غادي تقراه وغادي تنساه، غير هو كون متاكد انه نهار الامتحان غادي تفكروا ان شاء الله. هادشي اللي كنقول لك ماشي من واحد الخيال، هادشي تجارب اللي عشناهم واللي عشتهم واللي غتعيشوهم حتى نتوما ان شاء الله. وفي الاخير ان شاء الله كل شيء غادي يدوز، غادي يدوز هذه الازمه وان شاء الله الامور غادي ترجع سابق العهد ديالها وغادي ترجع احسن وغادي نفرحوا كاملين. غير وكان خاصنا شويه ديال الصبر، او في الحقيقه خاصنا بزاف ديال الصبر، والامور غتكون كلها بخير وعلى خير.